مطبخنا مطبخ الستات ابتدوا يتعلموا الطبيخ والاكل وكل حاجه. النهارده يوم الثلاث، الشيف محمود موجود معانا، وعشان النهارده بقى اخر حلقه قبل الويك اند، فقرر ان هو يعمل لنا اكله مخصوصه، بلح البحر على جمبري، وجايب لنا مشمش وعامله لنا حاجه حلوه، ما اعرفش هيعملها لنا ازاي. ازيك يا شيف محمود؟ ازيك، عامله ايه؟ نورتنا. انت كمان منورانا. حسسني انك الدكتور المهندس الاستاذ اللي ما حصلش الشيف محمود. طبعا انت ما حصلش، بس مش استاذ دكتور. تعمل لنا ايه؟ قول الاسامي. انا عامل النهارده بلح بحر وجمبري بصوص طماطم وبصوص حلو قوي، مع الحلو كمان عامل مشمش باللوز، هيعجبكم قوي. مشمش باللوز، هي فكره حلوه يعني، هشرحها لك. ده بطاطس مش كده؟ طب خلينا نمكن الحلو، خلينا نتكلم في الطبق ده الاول. مقاديره نص كيلو بلح بحر ونص كيلو جمبري يكون متقشر، ووحدتين طماطم مكعبات، وبصلايه شرايح، واربع فصوص ثوم، وعودين كرفس، ورشه كركم، ومعلقتين بقدونس، ومعلقه شبت، و كوبايه ميه، ورشه جوز الطيب، وملح وفلفل، ووحدتين فلفل حار، وليمونتين. طيب اوكي، اول حاجه هنعملها انت يعني عامل الموضوع جديد بطريقه جديده. بصي، اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل ايه، بنحط الزيت كده ونشوح الجمبري. اكيد لا، مش الجمبري. امال هيبقى ايه؟ هيبقى البصل. خدي دي الخضار الاول. خدي دي هاتي. اوكي، تخصصي في هذا البرنامج هو ان انا اقلب الاكل. والثوم. اوكي، ايه تاني يا محمود؟ رشة فلفل وكرفس. محمود انت بترشد الكهرباء عندك في بيتكم؟ لما بشوف المؤشر وصل لمرحلة صعبة بلف ادور على ايه اللي شغاله فيه. وموضوع التكييف درجة ال 26. لا مش 26 تموت، 26 فايز الحر تموت. هو قال الراجل 24 25. انا بخليها ما تقفرش 26. انا بسيبه شوية شغال 22 وبعدين اوصله ل 26. لا بلاش 26، ما تقفرش 24. 24. بس بعمل كده والله. ماشي، وبنحط الليمون. يبقى اذا حطينا بصل وتوم وكرفس وليمون. ايوه، دي حلوه دي. بصي لمسه الشطه الصغيره دي، يا سلام، اديني لمسه من الشطه. مع كام ورقه الشبت دول. اوكي كويس، ماشي. رشه الكركم. الله، ريحه المواضيع ابتدت كلها تمتزج ببعضها. شويه الملح الخشن دول. محمود زود ملح شويه. اوكي، صح، ما بيديش نفس الاحساس بتاع الملح. ماشي، بليز. دقت، هي دقت الاكل. انتوا عارفين لازم انا ادوق الموضوع. خليني احط معلقه زيت كمان كده. اوكي، طيب انا شوح، انا كده اعتبر يعني الموضوع متشوح. شوحتي البصل مع الثوم مع الكرفس. أوكي. مع الليمون. اوكي، وحطيتي كام ورقه شبت. حطي الطماطم كده. اوكي، ياخدوا غلوه بقى مع بعض. رشه فلفل برده. برده بصي، في الوقت ده احنا مش هنحط بلح البحر دلوقتي، اصل هو مش محتاج بلح البحر، يا دوبك ولا الجمبري حلوة. كمان ولا الجمبري، بس احنا هنحط الجمبري معاهم ياخد تقليبه حلوه. ثانيه، اشيل دي القشره دي. اوكي كده، حط دي مع فصين من دول كده. ما انت حطيت مع ليمون كتير. انا محمود. بحب الليمون. هو انت بتعمل اكل ده ليك انت ولا ايه؟ ليك انت. اركني الليمون على جنب. اكلكم النهارده كل الشباب وزمايلي الموجودين النهارده، الاكل انا اللي عاملاه اهو، انا بدليل ان انا اللي بقلب. كل اللي يمسك معلقه بقى هو اللي طبخ. طب لعلمك انا لسه انا في رمضان مخدرات. خدوا بالكم، خدوا بالكم من حاجه يا جماعه، انا في رمضان مخدرات وحاجات جامده. هي قالت لي زود ملح، كفايه. أيوة. ليمون. أيوة. حطيت زيت زيتون، كتر ملح شويه. وبعدين محمود يعني كل اللي قدام الكاميرا دول هتاكله من ايدي ولا من ايد محمود لما يجي تقلب؟ ميرسي يا زوزو. كلهم بيشاوروا عليا على فكره، يعني الكاميرا لو جت كده تلاقيهم كلهم بيشاوروا. الا واحد عارفه. ايوه. طيب ايه بقى كده، احنا حطينا كله بياخد غلوه. بياخد. حاضر، نقلب شويه تشويحه صغيره. الموضوع تشويحه صغيره، شكله حلو على فكره. بصي، حط ميه بقى. هتحطي شويه ميه صغيرين كده. اوكي كويس. اوكي، انا عايز اقول لكم ان ده بيدخل الفرن بعد كده. هندخله فرن يا محمود. بياخد 5 دقائق. أوكي. يعني بياخد 5 دقائق بس في الفرن. ليه بقى الفرن بيعمل له ايه؟ بيخليه كله يتجانس مع بعض. انا في الاخر برضو انا مش طبخه جوه حله، عارفه ازاي يعني. الفرن حلو قوي مع اي اسماك لو سويناها شويه على النار، بالذات موضوع الجمبري. بالذات الجمبري. طب امتى بقى هننزل؟ هناخد شويه بلح البحر دول. انا عايز اسال، بصي بقى ده بيتغسل ازاي؟ ده انا بحطه بغسله كويس جدا بالميه. أوكي. وبعدين بتتفتح كل واحده كده. وجوه هنا
بيبقى فيه قشايه صغيره جوه اللحم لازم نشيلها كويس. وبعد ما نغسله ونشيل القشايه ديت ونحطه كده، نحطه في شويه ميه بليمون بليمون وبعدين نصفي الكلام ده وبعدين نغسلها تاني وبعدين نحطهم كده. يبقى انا شلت الزفاره بقى تماما. خدي بالك من حاجه طبعا، مش لازم حاجه لكل اصدقائي، ان الاكله دي اكله شويه ممكن تبقى غاليه لناس كتير بيتفرجوا عليها، لكن يعني احنا ايه من نفسنا يعني، اوقات ممكن يبقى نعمل حاجه كده من نفسنا، مش شرط ان احنا نطبخها كل يوم، لكن ممكن يبقى عندي مناسبه، عزبه خطيبك على العشاء، بنتك جايلها عريس عايز منظري قدام نسايبه، مفيش مشكله. بس ده مش اكله يوميه يعني، احنا ما بناكلش الكلام ده كل يوم يعني، خلينا بالظبط يعني بلح البحر ده يعني مرة انا بس بنتدلع. حلو، بص الشكل حلو ازاي في الكاميرا. بصي هاتي بقى دول، حلو قوي. هاتي دي زي ما هي كده. استنى بقى يا محمود سيبني اقلب شويه. اوكي يلا قلب عشان النفس. لا والشكل، بص الشكل انا اللي عامله الموضوع ده. اشرحي كده مفيدة، احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا ملح، حطينا البصل، وحطينا الثوم، وحطينا الكرفس، وحطينا حتت ليمون، شوحناهم مع بعض، وبعد كده رحنا حاطين الطماطم اخدت شويه تشويحه، في الاثناء دي حطينا شطه وحطينا كركم وحطينا حاجه ملح تانية. ملح وحطينا ايه شبت وحطينا حبه بقدونس، وبعد كده رحنا منزلين الجمبري اتشوح شويه، زودنا حبه ميه اخد غلوه، رحنا منزلين بلح البحر على اللي اتغسل كويس جدا. وبعد كده هو الشيف محمود طلب مني ان انا اشيل دخلها في الفرن. تعالى بقى هات البتاع، حطيها في الفرن زي ما هي زي ما هي. انت مشغل، تعالى شيل. اوكي تقيله. اوكي مش تقيله، ساعات ممكن يحصل في المقدر مقدر. بصوا بقى، فكره المشمش اللي انا عاملها النهارده تنطبق على الخوخ والفراوله وهي فكره حلوه قوي. خلينا اقول مقادير ونشرح مع بعض. بص انا بعمل لك المشمش زي ما كنت. برافو عليكي. مشمش انا جايب شويه مشمش طازه، واربع معالق دقيق، واربع معالق سميد، ومعلقتين لوز بنبقى طحنينه بيكون باودر، ومعلقتين سكر، ومعلقه زبده، وبيضتين، وبطاطا او بطاطس تكون مهروسه. محمود هو انت بتفتحها كلها ولا بتفتح جزء منها وتبقى مقفوله؟ جزء صغير بس. طيب ماشي. بصوا بنيجي هنا كده، احنا بنعمل عجينه بناخد البطاطا او البطاطس. انا افضل بطاطا. يعني ايه يعني بطاطا او بطاطس؟ ما اختار لي حاجه. بطاطا ماشي. ولو مش متوفره البطاطا بنجيب بطاطس موجودين، بس خليها يعني عشان تبقى الاكله ليها طعم حلو. بطاطس ايه؟ وبنحط، ما احنا كده كده بصي بنحط معلقتين كبار من السكر. اوكي كويس. وبعدين بنحط السميد كده وبعدين بنحط الدقيق. اوكي ايه ده؟ وبعدين استنى عشان انت لفتت نظري. ايوه ايه بقى كده. وبعدين ناخد اللوز الباودر نحط منه معلقه كده، خلينا نزود شويه سكر هنا كمان. وبعدين الخليط بتاعنا ده نحط عليه بس البيضتين، وبعدين نقلب الخليط ده كويس لحد ما يبقى عجينه كده. اوكي بصي هنخلي حته صغيره يعني. ماشي. اللي حابب يحط رشه فانيليا اوكي، اللي حابب يحط رشه قرفه على العجينه دي انا قرفه برضو اوكي. تاكلي ريحه البيض. البيض اوكي. انا حطيت رشه فانيليا، كنت حاطط رشه فانيليا هنا على السكر. بصي العجينه دي بنسيبها لحد ما تتماسك كده. طيب. بصي بقى بناخد المشمش اهو، وادي السكر وادي اللوز، ناخد حبايه المشمش المفتوحه نحط فيها شويه من السكر كده. طيب الاكله دي تاليفك؟ وشويه لوز كده. عندي احساس بيقول لي كده. انا في حاجات ببقى عارفه انها تاليفك. ماشي. ما انا هقول لك الفكره جت منين. الفكره جت من المطبخ الالماني، بيعملوا حاجات دامبلينج وحاجات كور كده. الفكره جت لي من هنا. بس احنا لو خدنا فراوله وعملناها بالعجينه دي، اذا الاكله اللي احنا هناكلها النهارده افتكاسات من الشيف محمود بالمشمش. ممكن اللي مش عاجبه مشمش يحط فراوله. ممكن اللي عنده حته موز. موز افتحه ازاي؟ ما مش مهم يبقى مفتوح قطعه موز. ما انا هقول لك بقى. بصي دي اتحشت اهي. طيب. من السكر. ماشي. بناخد حته عجينه. اوكي كويس. نحطها في الدقيق كده ونفردها كده. وات از ذس؟ وبعدين نحط دي كده ونقفلها كويس. يا رايق. ماشي. يا محمود. نعمل الموضوع ده كذا مره. ادي واحده اهي. نحطها بقى فين؟ انا هقول لك. الاكل النهارده مزاج شويه.
كده. لا يعني الاكل النهارده يعني انت حطيت المشمشايه ايوه جوه عجينه البطاطس بالسكر بالسميد بالقرفه لو حبه اوكي. وانا يعني هي دي فكره الشيف محمود. اوكي بصوا بقى، هي الحبات دي بعد ما بنطلعها بتتحط في ميه بتغلي لمده 5 دقائق بتتسلق عشان البطاطس بتستوي، وهي البطاطس اوريدي مستويه، هي العجينه بتستوي. بعدين بنحط طاسه على لسه ما شغلتش البتاع، كنت فاكره على النار. هقول لك اهو ايوه دي كده. هات يا محمود عشان انت ايدك فيها. شغليها مش عارفه. ايوه شغليها على الاخر. شغلها لك على الاخر. ماشي بس خلاص هي اشتغلت على الاخر. ماشي اوكي بعدين بناخد، احنا خلاص عملنا الكور دي وقلنا احنا خلصنا، يعني حطينا الكور دي اتسلقت في ميه بتغلي لمده 5 دقائق طلع لنا الشكل ده كويس. هحمره. الشكل ده احنا بناخده نحطه في البودر بتاع اللوز. أوكي. تاني عارفه كده نوع من انواع الفاكهه. يعني بصوا هو الموضوع شويه ما يعني نحسك مش لا انا معجبه بان مش ممكن انت تعملي لنا افكار. هي الفكره حلوه. انا مش معجبه. اوكي بالنسبه لي دي حاجه غريبه جديده بس انا عاجبني. بس هي محتاجه اكتر من حاجه. خليني اذاكر معاك ايه اللي حصل. العجينه اهم حاجه. ان انا العجينه دي يا اما بطاطا يا اما بطاطس حطينا تمام كده. اوكي واقوم حاطه عليها 3 بيضات بالطين اوكي، واقوم حاطه عليها 4 معالق دقيق واربع معالق سميد ومعلقتين كبار سكر قولي 3 4 معالق سكر واضربهم مع بعض مع رشه قرفه. عجبتني فكره القرفه واضربهم مع بعض. ولو عندك شويه مكسرات ايا كان لوز او بندق تحطي هنا في الخلطه دي. في الاثناء دي اكون معايا المشمش. اقوم فاتحه من النص. ايوه حاطه معلقه سكر ومعلقه وممكن اي مكسرات، وحده لوز وحده عين جمل، واقوم مقفلاها كويس. تاخدي حته من العجينه اقوم مدخلاها جواها تلفها كده. لفها كده وبعدين اقوم واخداهم وحطاهم في ميه سخنه بتغلي 5 دقايق خلاص اتسلق كده. يطلعوا دول بيطلع ده. اقوم حطاه برده تاني في اللوز. بصي بقى اللوز اللي بنحط الزبده كده واقوم محمراه. بنحط الزبده في الطاسه. اوكي وبعدين نبدا. انا بعد ما احمره انا هعمل حاجه تانية؟ لا هنرش عليه شويه سكر ونرش عليه كمان. اسمح لي ان انا عشان المشاهد يربط اللي احنا بنعمله مع بعض. ماشي. فاذا هيبقى ده الشكل بتاع المشمش لما بعد ما احمره، عشان لو انتوا ايه بعمل غلي يعني باللوز. صح كده. بصوا ده دي مشمشه مش متحمره، لكن دي مشمشه متحمره اوكي ومفتوحه كمان. خلينا ايه عشان كل اصدقائنا حلوه. انا على فكره محمود انا هروح اجيب لك قرفه مخصوص. عايز اقول لك حاجه. قولي. ان دي فكره حلوه برضو لحد عازم، حد عايز يعني ايه يدلع عليه يبهره يقول له بقى ان احنا عاملين لك اشكال وحركات. هحط قرفه. رشي القرفه دي عشانك انت. في الاثناء دي انا طلع بعد الفرن طلعنا البلح البحر والجمبري. بصوا هو مش غدوه باختصار شديد، هي فنفنه بالظبط. النهارده يوم الفنفنه. بشكرك يا شيف محمود. ميرسي. بشكركم ونقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي، والستات ما بعرفوش يكذبوا.